أهلا بكم. نبدأ من لبنان حيث يسيطر على عناوين الأخبار والمنصات شاب اسمه حسين قاووق. حسين هو كوميديان اشتهر بعروضه ومقاطعه الساخرة والتي يهاجم فيها الطبقة السياسية الحاكمة ويعلق فيها أيضا على أحوال البلاد ممن يهاجمهم صراحة ميليشيا حزب الله. فيديو بعينه عرض على فضائية الجديد انتقد فيه الشاب حزب الله وحاز مشاهدات وتفاعلا واسعا. نتابع. هذا شو؟ هذا حركة أمل. كيف قتلت؟ قلت له من اللي خطف السيد موسى. انتحر بأرضه. مين اللي خطفه؟ شو بعرفني يعني؟ كبيتها كلمة بالهواء. وهذا؟ هذا عوني. كيف قتلت؟ جبت له أواجي قتله. والأواجي كيف قتلته؟ ترتتت نزل بعرض وما غيره. تبع الحزب قوصت عليه ما تأثر مضرع كله سوا. قلت له أنا معك بالمقاومة بس ضدك بالسياسي كمان ما تأثر. لكن كيف قتلت؟ قلت له الدولار صار 1005. ما تسكت قلبي. فور عرض هذا المقطع ثارت ثائرة حزب الله وأعلن الحزب الحرب على الكوميديا الشاب. فأولا نشر مقال في صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله والتي يعتبرها نشطون في لبنان المتحدث الرسمي باسم الحزب. الصحيفة نشرت مقالا هاجمت فيه حسين واتهمته بالتحريض وتغيير الحقائق وقيادة حملة لتشويه الحزب. لم يتوقف الهجوم هنا، فبالتزامن مع ذلك شغلت ميليشيا مكينتها الإعلامية على منصات التواصل لتشن حربا على الشاب ليرد لبنانيون بحملة تضامن ودعم للشاب وانتقاد للحزب ويصعد هاشتاغ باسم الشاب لقوائم الأكثر تداولا. نتابع. ينضم إلينا من بيروت جاد شحرور الكاتب والصحفي والمسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير. أهلا بكم معنا جاد. في تفاعلكم، هل يعقل لحزب بحجم حزب الله أن يهاجم شاب كوميدي، وهل هو معفو من النقد؟ يعني أعتقد السياق الذي أو المحتوى يعني الذي نشر في صحيفة الأخبار ليس بجديدا على هذا المحور. طبعا هناك جو عام عند حزب الله بكل أدواته ومنها الإعلامية مثلا جريدة الأخبار على أي شخص يغرد ينتج محتوى يتكلم في الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي خارج مزاج الحزب يتهم بأنه يشوه بيئة المقاومة أو هو عدو للمقاومة أو هو عميل. بالتالي ليس هناك أي مجال لأن يختلف أي شخص أو أي مواطن لبناني مع حزب الله، وبالتالي هو معرض لأن يكون تحت التهديد فور انتقاده هذا الحزب. ما أود أن ألفت النظر إليه هو ضرورة فصل فكرة المقاومة عن حزب الله تماما كفصل الدين عن الدولة في دولة علمانية. يعني اليوم لا يستطيع حزب الله في العام 2021 المتاجرة بكلمة مقاومة أو شهداء لكل شخص ينتقده أو يختلف معه بالسياسة. يمكن أن يحاور، أن يفاوض، أن يرد بالسياسة، ولكن لا يمكن تعريض المواطنين للخطر فقط لأنهم يختلفون مع حزب الله في توجهاتهم السياسية. وهم يستخدمون جميع الأدوات الإعلامية على التلفاز
في الصحف المكتوبة والمنشورة ورقيا وفي مواقع التواصل الاجتماعي أنتجوا أو خلقوا نوع من الجيش الإلكتروني، استخدموه لخطاب الكراهية ضد لقمان سليم، استخدموه ضد القاضي طارق بطار في ملف قضية انفجار مرفأ بيروت، واليوم ضد حسين قوق. أصبحت طرقهم في الاعتداء على كل من يختلف معهم في السياسة واضحة، وأعتقد أن هذه المعادلة ليست مقبولة ببلد متنوع مثل لبنان. يمكن أن يختلف أي شخص مع الآخر بالسياسة، ولكن لا يمكن الرد بالتهديد أو بالقتل. شهدنا بعض التغريدات التي هددت بالمباشر الممثل الكوميدي حسين قوق بالسحل، بالضرب، بالقتل، وهذا مرفوض. طيب جاد، المعروف أن لحزب الله ماكينة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها شن الحرب على هذا الشاب الكوميدي. هل هي الأقوى على مواقع التواصل؟ نوعا ما يمكن أن يقول هم الأكثر تنظيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا على تويتر. يستخدمون منصة تويتر لخلق بعض الكلمات التي تصبح خلال ساعات الأكثر تداولا، وكلها يصب في إطار التخوين ونشر خطاب الكراهية ضد كل من يختلف معهم في السياسة. وهذا المشهد ليس بجديد على لبنان. فكرة التخوين، هناك استسهال في التخوين، ولا من حسيب أو رقيب على هذه المنصات بهذا الموضوع. ولكن ما يمكن لفت النظر إليه أن حزب الله يعني نوعا ما أصبح واضحا بأنه حزب شمولي قمعي، لا يريد أن يتعايش كما يروج في خطاباته مع الآخر. إن كنتم عكس تيار حزب الله فأنتم معرضون إما للتهديد، إما للقتل، إما لخطاب الكراهية وحملات شتم ومضايقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا ندري كيف ممكن أن تتطور هذه الحملات من الأونلاين إلى الحياة الشخصية. شهدنا ذلك، بدأ العام باغتيال الكاتب السياسي لقمان سليم. شهدنا نفس الحملات ضد طارق بطار. لا أعلم ماذا يمكن أن يحصل مع حسين قوق، ولكن الأمر بطبيعة الحال مرفوض. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من بيروت جاد شحرور، الكاتب والصحفي والمسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير. شكرا لك.